مو جاو الختو ختوما هو خالي راني جاب يدير لهم في الماكله وسقسرتهم قالت لهم ما جاش مسعود عند وقت ما جاش كان قالها واحد راه على القبله وواحد بكى هو بكى ولا خبط في يديها قالت لهم مسعود مات كسع قالها ربي يرحمه يا اخي بالحقيقه ما قالت والو هي ما بكات ما غما زهقت ديك الساعه وخلاص قالت من هما خاوت وكل من سقط مرش غير مسعود مات هما جاو في الليل ذو ديب والحياه ذو ديب الحداد وبحاح زغدان هذا جاو مو بحاح ومر الدار هذه كي جاو بيت الثلج يصب صبحت الدنيا ما مرت خلاص الثلج وثر الارمي جا من هي من الغطير وجا على الجبل هذا وجا كي جاو الصباح طبطب الارمي من هي تسويت كسر الباب دخل هما ولاو جاو منا جاو منا كاينين العويل لهنا ولاو رماهم اللي في الكازمه يباتوا لهنا وكي جا لارمي قلت لك لهنا وتحس بهم وفاقوا بهم لهنا دخلوا لهم هنا والكازمة هذه محلولة وداروا النار وداروا الدخان بزاف الحطب أخضر وداروا العائلة هذيك راح تنفسوا لحول من الفلفل في النار العسكر ما قدرش يدخل توق من هي من الباب يلقى نسوي وزي كذاك يولي من ثم وكي تكلم رصاص الله تضربهم واحد ذنيه مات اللطف ولاد عيسى ربي يرحمه كسع ولا لارمي راح لهي كل تبع السيد هذاك اللي ضربهم وهما نضروا منا حكموا مع الواد الدنيا مغطيه ثلج حكموا الواد وبما تواجهش الجر يدحسوا في الماء وبما تواجهش الجر في الثلج والكازمه هذيك ماده حتى لهنا كي يجوا معاهم ناس اخرين ولو يدخلوا هنا ثاني لعادوا معاهم خمسه ولا في سته ولو يدخلوا هنا ويفرشوا فيها وكان هذا ما كانش كان الشمين اللي ويفرشوا هنا ويديروا النار هنا في النص وخلاص. في نفس الليله الفدائيان بن زعيم الطيب والعزيزي الوحدي يباتوا في القرية والصباح يخرج كل واحد منهم من المركز. فرقة عسكرية الثانية كانت ناصبة كمين في ولاد عيسى تباغتهم وتقتلهم بالرشاشات. في 1959 الجيش الفرنسي شن عمليات واسعة على الولاية الأولى في إطار مخطط شال. الهدف القضاء على معاقل الثورة. عملية الشرارة تتنفذ في المنطقة. رأس السرع يحتل من طرف قوات الحلف الأطلسي. دورية من دوريات جيش التحرير متوجهة إلى الحدود الشرقية تقضي الليلة في دوار البعطيش. الفجر تبدأ الكشافات في التحليق فوق القرية. أفراد الدورية 25 مرفوقين بالمرشد زغدان عيسى والمسؤول السياسي للقرية زغدان بحاح. الغابة بعيدة نوعا ما والمكان مكشوف. جات كتيبة من كتاب جيش التحرير جات لهنا لبعطيش هموش بعد من هنا أقل من كيلو أقل زمالة. جينا هنا هك طول هنا الطريق هنا الشعبة هاي طيارات الجو الصبح صباح بكري هنا قال هلا هشك الشباب الزوج هنا والله ثلاثه يدوروا هنا قال هنا قال الجنود كلها هنا شاوهم الصبح بكري الفجر كاينين هنا قال القبيل شويه هنا ما يعرفوش يا ما يعرفوش البلاد اول هنا حتى قريب للتغيت هذو الكحل 10 وكسعة هنا قال كوتيرة جو هنا من قبله من ظهره عمروس هنايا
كنا سرقناهم سرقناهم أكل أول هنا قال البامبو هنا قال النار 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 هنا قال تيخيتنا أكلها الحصيلة 20 شهيد يحرقهم المقتل زغدان بحاح يستشهد وزغدان عيسى يقاوم حتى الإصابة البليغة ويقبض عليه قوات الحلف الأطلسي تحبط القرية عمروس وتباشر تمشيط نزل العسكر في المساء اللي كان رابط في الصراع عرج على دوار عمروس على القرية هذه هنا في المساء أول ما بدأ ولقوا نوار العمري في الدار هذه شيخ قتلوه في الدار في المنزل ثم واصلوا سير نحو مكان القصف ولقوا زوج ثلاث يعذبهم اللي هنا وطاهر والعمري بن عاشور وزغدان وخضراوي موسى اللي قتلوه في قصير عمارة ثاني في المساء خضراوي هذا لقوه عالج الجنود اللي جو مصابين بجروح عالجهم بالدواء لقوا الدواء الأحمر هذاك مازال على أصابعه واستعرف قال لهم ولدي جاو عالجتهم بثقة نفسه ولا بإرادتهم المهم الأكثر هو بكل سهولة دواهم والعشوة كي جاو استعرف لهم كادوا يقتلوه هنا لكن ولاو صاقوه بعد المغرب حوالي 10 دقائق قتلوه في المكان المسمى قصير عمارة دفنتهم بيدي وما تفكرهم دفنتهم بيدي واحد نلقى وحاكم بالطاقية هك ومفوخ قد 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 والأخرين دفناهم في الليل الشهداء يندفنوا بعد عدة أيام ليلاً في دفعات متتالية كون الجثث بقت تحت أعين الخونة ويا ويل من يقترب منها فقتوا بالعسكر فيه فقناش حتى نضربنا توب منين ضربكم؟ منين من كيف وين كيف؟ كيف الرخمة هذيك؟ أيوة وكيف ضربكم؟ وين رحتوا؟ ضربنا الحون انتو من؟ معي واحد طفل آخر يقول له الميلود الميلود والآخر؟ وهرب قدامنا عمار وحمد بن عيسى والآخر؟ وين واحد الشيخ يقول الطهر بالمبارك ما يتربي لهم هذا ما كان نقش هذا ما كان وين وين رحتوا؟ وطلعنا فوق كنا مدرقين هي في عين البقرة شفنا العسكر كي جاء قبل العسكر احنا ريحنا دم حتى نفذ طاح ظلمة مغرب المغرب حتى غمنا الظل ضربنا الهواء بردنا وفطرنا عسكر قبونا مع الطريق ما جابش مع هذا ممكن تفهم شيشان هذا ولا خرب منه؟ عرفت هذا وعرفت حمد بن عيسى هذا اللي نعرفهم زوج هذا ديما معاهم واحد ثالث هذاك ما عرفتوش ما عرفتوش ما يهمش ومن بعد كي بعد يجي حشاك الكلب يجري لنا يلحق الشعب احنا نضب والله غنضب الوباء نكونوا قعدوا هربوا ولا زعما واش ديروا؟ يا واخا خفنا احنا صغار خفنا وقتلوا ضم بعد عيطوا العسكري ولي مرتين لا ثلاثه ويجي قاطع علينا قد قد وعيطوا رب العالمين وغرب المغرب وانتم تنوضوا هو نوضوا هكذا والكلب يرجع احنا اللي نطلقوا روحنا نقعدوا في بيصنا انا جيت من هي من ود حنش وجيت طالع من هي كي قلت العسكر جيت طلعت من هي بليسوني تحت اللوطه جابوني من هي نلقى الدراري هذوك في ثلاثه من الناس قرط جبل نقول محمد بن صفيه واحمد بن عيسى هذا وعمار هذا اللي قتلوه في الصور بلاص كي قلتهم ثم قال لي سيفو الفاق ميس دفال قلت له كيش كي صافي ديال الفاق ميس دفال قال لي فكتور تاع الفلاقة نطق لي واحد بالعربية قال لي فكتور تاع الفلاقة حركي كي قال لي هكذا يا تقالوا فان فويس بلاص قال ما حوسي جابوا القش هذاك اللي انتم ضربوه انا ثم كي جابوه تبت نلقاهم في ثلاثة مرة يا رايا يا عمار ومحمد وحمد نلقاهم ثم ياتك قالوا هذا نديوه والله قالوا نو اللي فوتي مع كلمه اللي فوتي وحط له في الدماغ وانا انا واقف انا وياه طاح عند كرعيه مسكين اكتوبر 1959 الجيش الفرنسي يطرد كل السكان من منازلهم
بعد تهديدهم بقنبلة القرية. أسبوع من بعد نفس التهديد يتكرر، السكان ينفذوا الأمر. أماكن هذه هنا في مزيطة، الأغلبية في مزيطة، ما نقدرش نكذب عليك باش نقول لك في البلاص الفلانية ولا فلانية. النهار اللي جا سيسير فوق لقوا القرناريات هذوك الفوق اللي الفاصم تاع التسطات هذوك لقوهم كل مليا بالعباد. يأتي المعمرون والغلاة بالمساجد ليلا من سكنة الدرك الوطني ومن مزرعة ديفور ومن دار درمولي ويعدمونهم ليلا هنا، فكانت تقريب كل ليلة الإعدام ما بين 10 و20 شهيد في الليلة الواحدة، وكانوا يأتون بالشهداء أو بالمساجين مقيدين ويضعون على حافة البير ثم يطلقون الرصاص عليهم من الخلف كما يستعمل النازيون في الحرب العالمية الثانية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى السكان القريبين من هذه المنطقة يقولون بأن الإعدام يتم كل ليلة، وأن هذا البئر يحتوي على أكثر من 1000 شهيد أتي بهم من جميع المناطق، من الولاية الأولى ومن الولاية الثانية ومن جميع المداشر القريبة هنا، يأتون بهم يعذبونهم وبعد الاستنطاق بالماء والكهرباء يأتون بهم ليلا ويطلقون الرصاص عليهم في هذا المكان. وبقي هذا البئر مكان الإعدام ما بين 56 إلى 62، إلى جانفي 62 قبل توقف القتال بحوالي شهر أو 3 أشهر. وعندما تفطن الاستجماريون بهذا الإب دليل مادي يثبت دناءهم وانحطاطهم ويشوي سمعتهم، أتوا بالألغام وتم تدمير هذا البير كلية وتم تسوية أرضه. فقر هذا كان هنا في مزيطة وقلبوه فقر العباد بزاف، هزوه من مزيطة جابوه البرج الغدير. كي جابوه البرج الغدير راح يدير لراف في ولا سيدي منصور. كي راح يدير لراف في ولا سيدي منصور كاينه واحد البلاصة فوق القنطران تاع غيلاسة يقولها تافرنت، ثم كاين واحد لقرب يقولو تاع محمد الوهراني سبقوا له ثم. هذه أنا سمعتها من فم محمد الوهراني ربي يرحمه، قال كي ضربته قال قرته على النص، قال وكي جيت ليه نحقري من الحق ليه قال سلر فرفير وضحك خضربه بليساه لك سعيد كل هذاك عطى عليه بالمطريات فقرو. عاد هذوك المحابيس هذوك اللي هما يجي يطلقهم يقول له لازمك اللي يجيب لي الخبر، ذوك المحابيس هذوك اللي في سمو واش يقولوا، يقولوا ايه باش يطلقوا هذه يطلقوا برك، داير منهم اليست. نهار اللي هو مات نهار اللي قتلوه ثوار حكموا الكرني هذاك نتاعو عنده، لقاو الجماعه هذوك اللي حكموا باللي راهم بايعوا عنده. تلك المحفظه التي قدمت خدمات جليله للثوره وللمنطقه لما فيها من معلومات قيمه، خاصة الذين تم إعدامهم عندما كان موجود في رأس الواد، والذين تم إعدامهم في برج غدير عندما وصل إلى برج وأصبح مسؤول هنا، وكذلك العملاء الذين يعملون معه. فتلك المحفظة قدمت خدمة جليلة لهذه المنطقة، وهذا هو المكان الذي قتل فيه. دمار، فظائع وجرائم ضد الإنسانية. بير حمودي، بير سونداج، بير ولاد عاقلة، بير ميشو،
دار البقرات أولاد بخليفة. جثث جثث بشرية بالمئات تتفجر بالديناميت وتتردم بالبيطون. هذا هو الوجه الحقيقي للاستعمار في دوار واحد في هذه المنطقة، دوار الزبير. عائلات كاملة أبيدت. الزغادنة 31 شهيد، بن عيسى 18 شهيد، بالعلمي 21 شهيد، حمادي 25 شهيد، بن عامر 14 شهيد، بن عمارة، العثامنة، العمش، بطاقية، بن شيخ، بن ولها. القائمة طويلة طول ليلة الاستعمار. إبادة قام بها جيش لا تتعد له عدة ولا تتحسب له جيوش. أكثر من 1,100,000 عسكري، يقودهم 60 جنرال، 700 عقيد، 15,000 رائد، 7,000 نقيب والبقية. وفي الكفة الأخرى شعب أعزل، سلاح إيمانه بقضيته، إيمان ما يزول ما يقول. إيمان خلى الجنرال دوغول يستخلص في رسالة سرية في 26 ديسمبر 1959، وين يعترف بالخيبة والفشل. الجنرال دوغول يكتب، من بين ما يكتب في رسالته: إن الجزائريين أصبحوا لا يؤمنون بالضمانات التي نقدمها لهم ولا بالوعود التي وعدنا بها، ولا يكفي كما يحلم الحالمون بأن نتشدد معهم أكثر مما فعلنا حتى يخضعون بالقوة المفرطة لإرادتنا. إن الإفراط في استخدام القوة هو الذي جعلهم ينبذوننا ويبتعدون عنا، فأي قوة إضافية يمكن تجنيدها بعد كل ما جندنا؟ إنه لمن الجنون أن نعتقد أن للحل العسكري مستقبلا، والسخيف من يؤمن بذلك. عسنا ترجيغي بدت فلا هي بدت